تعالى هنا يا دكتوري، طالب اولى وثانيه سنه لغات، اللي مضيها من اول السنه ضحك ولعب وبلاي ستيشن، ما فتحش كتاب وعايز تحضر معانا الريفيجن، سواء كنت طالب معانا من اول السنه او طالب جديد. القاضي حبيبك بيضحك، بيقولك اللي انت ضيعته في 3 شهور هنراجعه ونشرحه في 3 حصص بس. عشان تعرف بقى التفاصيل تابعنا لحد اخر الفيديو، وكمان في مفاجأة حلوة لي. طيب المراجعات دي يا مستر عبارة عن ايه؟ تعالى يا دكتوري اقولك. ما تيجي اقولك يا دكتوري مراجعاتنا هتكون عاملة ازاي؟ هيكون فيها شرح كامل لكل اجزاء المنهج كأنك بتسمعه لأول مرة. مش بس كده، كمان عملنا لحضراتكم مايند مابس فيها كل اجزاء المنهج، لخصنا لك المنهج كله في حوالي 5 أو 6 صفحات فيها كل الخلاصه والزيتونه بتاعه الشرح بتاع المنهج كله، عشان تعرف تذاكره وتلمه بسهوله في ليله الامتحان او في الريفيجن بتاعتك. مش بس كده يا دكتوري، احنا عملنا كمان صفحه كامله فيها كل الرولز بتاعتك اللي انت هتحتاجها في حل المسائل او في الالكترونيك كونفيجريشن. حتى طلابنا طلاب سنه اولى ثانوي عملنا لكم ورقه فيها كل الرولز بتاعه المنهج اللي انتوا سمعتوه كله من اول السنه لحد اخر لسن موجود عند حضرتك. ولو سالتني عن الاسئله هيكون نظامها ازاي، هي الريفيجن مش هتكون شرح بس، هيكون فيها اسئله كتير جدا هاي ليفل ومستويات عليا من كل الافكار اللي موجوده في كل الكتب. طب تعالوا بينا نشوف الاسئله ازاي في المكتب. الايرن نتحول من بوزيتيف 2 لبوزيتيف 3، ما دام النمبرز بتاعتي زادت يبقى حصل لي عمليه اسمها عمليه اوكسيديشن. يبقى كده الاجابه الصح بتاعتنا هي الاجابه سي، الايرن حصل له اوكسيديشن والكروميوم حصل له ريدكشن. مش بس كده يا دكتوري، بنحل اكتر من 10 مودلز من المودلز بتاعه الكتب الخارجيه، وكمان بنحل معاك كل الاسئله الهاي ليفل، اسئله كتير جدا جدا جدا، سواء الاسئله الهاي ليفل اللي موجوده في الكتب الخارجيه او اللي بره الكتب الخارجيه، وده كله بيكون موجود في البي دي اف بتاعنا على المنصه اللي احنا موجودين فيها. من الاخر كده دكتوري، بنحل معاك كل الاسئله من الزيرو لحد الهاي ليفل عشان تخش الامتحان وانت ضامن ان انت تقفله. يبقى كده عندنا نوع السولت ده، مادام سترونج مع سترونج يدينا نيوترال سولت. شكلك كده فاكرني خلصت ولا ايه يا دكتوري؟ اكيد لا طبعا. احنا بعد ما بنخلص الشرح والحل هنخش مع بعض زوم ميتنج لايف، اكنك معايا بالظبط، بنحل كمان اسئله زياده، ولو في جزء وقع منك من الاجزاء اللي قبل كده هنعيده تاني مع بعض، وكمان هتسمع اسئله زمايلك وتستفيد منها اكتر استفاده. ايه التلج ده؟ ايه البرد ده؟ ما تقلقش يا دكتوري، التلج والبرد ده والرعد واللي انت شايفه والتلج اللي نازل ده كله، طب درجاتكم اللي زي الفل اللي جبتوها في الامتحان اللي هنعمله لكم في الريفيجن. ايه يا مستر ده؟ هو الريفيجن دي فيها امتحان؟ اه نسيت اقول لك يا دكتوري، المفاجاه اللي قلت لك عليها في اخر الفيديو، هنعمل امتحان بعد ما تخلص الريفيجن بتاعتك كلها، امتحان على كل المنهج، واللي هيقفل الامتحان ده ليه عندي هديه 1000 جنيه. تعالى بقى يا دكتوري نشوف تفاصيل الريفيجن والاشتراك فيها هتكون عامله ازاي. طبعا يا دكتوري الكورس بتاعنا هيكون متاح على المنصه اللي احنا موجودين فيها اللي هي منصه ايجي كلاسز من اول يوم 24/12. اتمنى يا دكتوري انك تلتزم بالكورس بتاع الريفيجن بتاعنا وما يكونش فيه تراكمات زي ما عملت قبل كده ايام امتحانات الشهر لما راكمت المحاضرات عليك وبدات تظهر عندك المشاكل. دكتوري الريفيجن بتاعنا احنا قايلين عليه او مسمينه هو الريفيجن بتاع حل المشاكل في الكيمستري للصف الاول والثاني الثانوي لغات. يا ريت تشترك وتركز وتحضر كل المحاضرات في وقتها. دلوقتي اقدر اقول لكم بالتوفيق ليكم والسلام عليكم.